يا دي يعني ده انت جات لك فلوس كتير قوي ال3 شهور اللي فاتوا دول. ياه قد ايه انت يا رب كريم وبتعوض الواحد عن الفتره اللي فاتت. يعني ال3 شهور دول دخل لي بونص وزياده في المرتب وفلوس قد كده. طب ايه بقى الحل؟ الحل ان انا ادي العشور، ما هي فلوسه والعشور بتاعته ولازم ياخدها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نطلع العشور على جنب عشان يبعتها له. ما هو نطلع بقى العشور ونديها له، ما هي فلوسه وحقه زي ما هو بيدينا حقنا لازم احنا كمان نديله حقه. يا ده كريستينا قالت لي النهارده هي في الكنيسه. اه قالت لي اه في الكنيسه، يبقى انا لازم الحق اروح اديها العشور. يا ميرو ايه ده؟ رايح فين بس يا ميرو؟ تعالى يا ميرو تعالى بس. راح الكنيسه دي تضايقك في حاجه؟ راح ادفع العشور. العشور العشور. بس انت مش عايز تعرف انا مين الاول يعني؟ مين انت وهتكون مين؟ وبعدين انت دخلت هنا ازاي؟ هعرفك بنفسي. عرفني يا سيدي. يا سيدي انا ليا اسماء كتيره بس اسم ده العشوشو. شوشو. وعايز ايه بقى يا سي شوشو؟ انا سامعك يعني بتقول انك انت ايه رايح الكنيسه دلوقتي ودلوقتي لا وقت قداس ولا وقت خدمه، رايح تعمل ايه؟ رايح ادفع العشور. عشور قلت لي. طب بص يا عم ميدو، انا بقالي فتره كده بشوفك عمال تحرجم على بدله في محل. البدله الكحله. ايوه هي دي هي دي. وتقف قدام باترينة المحل وتفضل تمني في نفسك انك تجيبها، كل شويه تاجل وتاجل. ما تاخد الفلوس دي، فين الفلوس؟ و تاخد الفلوس دي كده وروح روح على حالك واشتريها. يلا يلا ده تعبك. افتكر طبعا. بس لا يا عم دي العشور. طب يا عم بلاش البدلة، هفكرك بحاجة تانية. فاكر من سنتين لما كوفيد ضرب خسرت؟ ما تفكرنيش، مش عايز افتكر. لا ده انا لازم افكرك. امال انا بعمل ايه يا استاذ؟ قعدت في البيت 3 شهور بعد ما خسرت شغلك من غير دخل، فاكر ولا لا؟ ودي حاجة تنسي؟ دول كانوا أسوأ 3 شهور في حياتي. أنا قعدت من الشغل ما كانش معايا فلوس، حتى الفلوس اللي انا كنت شايلها طلعتها كلها وصرفتها. بس كويس خالص. كويس خالص. امال ايه بقى قله العقل اللي انت فيها دي؟ كنت من شويه اشور يا راجل وكلام فاضي، مش عيالك اولى بالفلوس دي؟ تفتكر كده؟ طبعا طبعا. انا عيالك عيالي والبيت والمصاريف وكل حاجه بتغلى. انا هروح اشيل الفلوس. برافو عليك كده تعجبني. الو اي بونا، ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ لا احنا تمام نشكر ربنا، كويسين بخير بخير. لا خلاص بإذن ربنا هنحضر الاجتماع. خلاص لا بكرة أكيد أكيد هنكون موجودين أكيد. ماشي أوكي. طب أنا عارفة، ما أنا عارفة إن إحنا بنستفاد روحيا وبرضه العيال تستفاد بالبايبل ستادي. لا خلاص هنحاول هنحاول. ماشي أوكي أشوفكم بكرة. ماشي باي باي باي. ياه نفسي بقى ننتظم بقى بالاجتماعات دي ونحضرها. كل مره بقى اللي هو بنكسل ومش عارف ايه. لا خلاص خلاص دلوقتي يعني هظبط السكادجول كده وخلاص، يعني هشوف انا عندي ايه بكره عندي ايه بكره. لا ينفع خلاص بكره باذن رب. يا صباح الجود مورنينج. انا كنت سامع انك انت بتقولي رايحه الاجتماع، هو انت فاضيه؟ هو انت مين اصلا؟ طلعتني منين بعدين؟ محسوبك شوشو، اعتبريني صديقك يهم مصلحتك.
صديق يهم مصلحتي. وبتسأل ليه؟ أنت هتروح معانا ولا حاجة؟ مش القصد، مش رايح معاكم. أنا بس يعني إيه؟ عايز أفكرك أنت وراكي إيه بكرة؟ خليني أفكرك. أولاً هتروحي الشغل وتقعدي 8 ساعات. أيوه. ثانياً بعد الشغل هتروحي تجيبي الولاد من المدرسة. أيوه. ثالثاً هتروحي توديهم حمام السباحة. ده كلكم يا أختي، ولما ترجعي البيت تفكم تاني. أيوه. لسه وراك العميل أكل ومواعيد وتوضيب. يعني في آخر اليوم كده هتبقي ميتة من التعب. لسه هيبقى عندك طاقة تروحي الجامعات. أوف. ما تفكرنيش بقى، انا عارفه ورايا الف حاجه، انا عارفه الحاجات دي ما بتخلصش على فكره يعني. ثم يعني كل يوم كده يعني مفيش وقت لحاجه يعني. يعني بس يعني لا خلاص، لا خلاص خلاص، انا وعدت بونا ونحن برضو عايزين نحضر. خلاص هنروح بكره، هنحضر بكره اكيد. طب برافو يا ست، برافو عليكي. بس في حاجه ثانيه عايز اقولها لك. انت هتروحي الاجتماع في ساعة وهترجعي في ساعة، وقت الاجتماع ساعتين، يعني حسبة 4 ساعات بالتمام والكمال. طب مش من باب اولاد العيلة يقعدوا يذاكروا في الوقت ده؟ بس ما استني بس قبل ما تردي. البنت الصغيرة مستوى الدراسي عمال يتدهور، ما بقتش زي الشهور اللي فاتت ابدا. انت فكرتني، انا اصلا كنت نسيت. ازاي نسيت؟ هي فعلا مستواها بقى زي الزفت الصراحه، يعني ما اعرفش ليه. وانا قلت كمان كنت خلاص يعني قبل ما ابونا يتصل بيا على طول كنت عايزه اقعد معاها واذاكر لها بكره، ويعني واشوف مستواها عمل كده ليه بقى. ليه؟ لا لا يعني مذاكره العيال اهم. يعني لا خلاص خلاص، بلاش بكرة، بلاش بكرة خلاص. ممكن next week بقى، ولا الويك اللي بعده، ولا ربنا يعني. ماشي، برافو عليك يا عيني العقل. يلا بقى طرقي عشان ورايا زباين غيرك. يلا ايه ده؟ ده في رسالة عندي. ده رفيق بعت لي رساله بيقول ان الاسبوع الجاي عندي الكلمه. يا انا متحمسه قوي ان الاسبوع الجاي فعلا اقدم حاجه متميزه. بس هو انا شكلي كده اتزنقت حبتين في الوقت، بس ان شاء الله هقدر اعمله. يا مساء الخيرات والانوار. كنت سامعك بتقولي عندك خدمه وما خدناش والكلام اللطيف ده. هو في حاجه غلط انا بقوله؟ الله، بس انت مين اصلا؟ يا دي السؤال اللي مزهقني بيه. انت مين؟ مش فالحين غير في دي. يا ستي اعتبريني فاعل خير، مش مهم الاسماء دي خالص. طيب عايز ايه يا عم فاعل خير؟ يعني انا شايفك متحمسه قوي لموضوع الخدمه ده. طب امرت ايه بقى؟ بامرت انها يعني خدمه تنفع الناس، وانا كمان هاخد بركه الخدمه. بس انا عايز اعرف حاجه، انت شايفه نفسك تدفعي في الخدمه؟ وخدمة الكلمة دي بالتحديد انتي؟ يعني هو ايه اللي يمنع يعني؟ لا ده يمنع ويمنع. انتي مثلا هتعرفي تقدمي كلمة زي اللي بيقدمها رفيق ولا مجدي؟ طب روح لرفيق. حاضر. ولا مثلا كلمة زي اللي بيقدمها الكهنة؟ شايفة نفسك من نفس مستوى الناس دي؟ يعني هو انا مش لازم اكون في نفس مستواهم عشان اقدم خدمه يعني وكلمه ربنا؟ بعد كده انا مش بحب المقارنات اصلا، كل واحد وليه اسلوبه. اسلوبه؟ طيب خليني بس ايه اقول لك، اخر مره قدمتي خدمه الكلمه ايه اللي حصل؟ نسيتي الافكار وترددتي وتهتهتي، ما عرفتيش تردي على الاسئله، ده غير الناس اللي كانت قاعده ورا عماله تضحك عليكي. خلاص ولا اقول تاني؟ لا خلاص خلاص خلاص، ما تقولش حاجه تاني خلاص. يا ده يعني اليوم ده انا مش عايزه افتكره اصلا، كان يوم صعب قوي ومحرج. انا نسيت كل الافكار كنت مرتباها، وقعدت اتفق في الكلام وفي ناس قاعده تضحك عليا. لا انا خلاص، انا هتصل برفيق واقول ان انا مش هقدم خدمه الاسبوع اللي جاي، وهو خلاص بقى اتحاجج دلوقتي، ما عنديش وقت خلاص. مش بقول لك انا فعل خير؟ بقى عامله ايه؟
اخبارك ايه؟ نشكر ربنا بخير. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه اخباركم؟ عاش من شافكم. ازيك يا امير؟ احنا كويسين، انت عامل ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. ايه الاخبار يا امير؟ اخبارك ايه؟ بونو 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 بونو؟ كويس. الاخبار انتوا عاملين ايه؟ نشكر ربنا بخير بخير. انت بقالك فترة كبيرة ما حدش شايفك ولا سامع عنك ولا ما هو؟ ولا حد شايفك يعني ايه؟ لعل المانع خير يا ستي. لا لا خير خير نشكر ربنا يعني هو صحيح ما حضرناش الاجتماع اللي فات ولا القداس اللي قبله ولا الاجتماع اللي قبله، بس يعني انت عارف بقى يعني الظروف بقى ومشاغل الحياة وكده يعني. اقول لك برافو. لا بصراحة لا. انت عارفة ازاي احنا كلنا يعني عندنا مشاغل وكل واحد فعلا عنده حاجات كتير ما بتخلصش، بس يعني حاولي ان تقدري تيجي كده الاجتماع عشان تستفادي، وكمان اهلي يستفادوا في البايبل ستادي. برافو عليكم، انتوا بتحضروا على طول يعني نفسي ابقى زيكم على فكرة، بس يعني هو دايما يعني عارفه اللي هو بيبقى واحد وراه يعني شغل ومشاكل وعيال وكلاسات ومش عارف ايه، ويعني بيبقى تعبان قوي مرهق يعني مش قادر باخر يوم مش قادر يعني، او يعني احيانا عايزين نذاكر للعيال وكده، فبقول ده اولى يعني اولى. معلش انا عارف احنا كلنا مضغوطين وفعلا الوقت مش بيكفي نعمل ايه ولا ايه، بس بنحاول يعني. انت عارفه احنا بنعمل ايه؟ احنا بنخليك لوقت الاجتماع ده زي وقت المدرسه بالظبط، وقت الشغل مخصصين له وقت. ايوه ايه ده، تصدقوا دي فكره حلوه قوي انه نخصص له وقت. ايه ده ما يعني نحن بخلة مع ربنا قوي، هو مفروض فعلا ندي وقت ربنا يعني. مش كده بنضمن ان احنا نسد باب عدو الخير وما يعطلناش. ايوه صح، حقيقي تصدقوا دي فكره حلوه قوي. لا انا حبيت فكره ان نخصص وقت محدد لربنا، ما برضو ربنا اولى بالوقت ده يعني. يعني دايما احنا شغلين نفسنا بحاجات ملهاش اي لازمه يعني، كل مره بقى عايزين نصلي ولا نروح الكنيسه ولا الاجتماع ولا مش عارف ايه، اللي هو بيطلع لنا الف حاجه وحاجه ويعني وبننسى ربنا بالاخر. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش. الشيطان شاطر ودايما بيحاول يلهينا ويقول لنا الحاجات دي اهم من ربنا. لا ما ينفعش الكلام ده، انا معاكم حق. شكرا قوي قوي قوي، انتوا كده قنعتوني باذن ربنا، خلاص هحضر الاجتماع اللي جاي. لا خلاص اكيد يعني. صحيح ايه ايه يا كريستين، حضرتي حاجه للاسبوع ولا؟ صحيح. ايه ده الكلمه معاك يا كريستين الاسبوع الجاي؟ ده سبب تاني خلينا متحمسين نحضر. هو للاسف يا جماعه انا خسرت على خدمه الاسبوع الجاي. ليه كده؟ خير يعني ما لحقتش، وبعد كده مش عايزه ابوظ الكلمه زي المره اللي فاتت لما حصل اني نسيت كل الكلام، فمش قادره اعملها. ما هو مش معنى ان الكلمه باظت مش مره واحده، يعني مش معنى ان انت وقعتي في مره ولا مرتين ولا ثلاثه يبقى انت كده. ما تسمحيش لعدو الخير ان هو يعطلك، دي موهبه ربنا اداها. وبعدين انت يعني عملت مواضيع كتير جدا وكلنا استفدنا. ايوه انا بصي انا رغم اني ما حضرتش المره اللي فاتت فما اعرفش انتوا بتتكلموا على ايه اصلا، ما كنتش موجوده يعني، بس انا فاكره بمره في انت قدمتي موضوع ده كان حلو قوي او قوي يعني، واحنا انبسطنا فيه والتطبيقات العمليه اللي قلتيها ده فادتنا قوي، ان احنا لغايه دلوقتي بنطبقها في حياتنا كل يوم. انت شاطره قوي كريستينا، شاطره قوي فعلا. يعني انا مش عارفه ايه ما اقول لكم، ايه بجد انتوا شجعتوني، كلامكم فارق معايا قوي. انا كنت خلاص فقدت الامل ان انا مش قادره اقدم تاني ولا اقدم حاجه ولا اقدم انه كلمه ربنا توصل للناس، بس يعني شكرا ليكم بجد. ربنا يكون معاكي ويمد ايده ويقف معاكي. بصي كمان انت ما تقوليش انك مش نافع للخدمه، انت شاطره قوي ويجي منك قوي قوي قوي، وربنا اداك الموهبه دي عشان توصلي كلمته للناس، فخليكي واثقه بده ومؤمنه بربنا وبنفسك برضه. يعني يا جماعه انا مش عارفه اقول لكم، يا تشجيعكم بجد ده فارق معايا، لان انا كنت خلاص المفروض ما كانش المفروض اسمع اصلا كلام ابليس ولا اني يخليه يهزني في ثقتي في نفسي وان انا بيأجل خدمتي.
انا المفروض كنت فعلا يعني كان عندي افكار، كان المفروض اتكلم رفيق واقول له ان خلاص انا هقدر اعمل خدمه الاسبوع الجاي. هو انت يا بيبي صح مش كنت قلت لي هتجيب له عشور وتيجي الكنيسه؟ انت ما جيتش ليه؟ اولا كده انا بعتذر لك ان انا ما اتصلتش، وانا اسف جدا. بعد كده حصل بصراحه موقف كده غريب قوي، اول مره يحصل معايا. هو ايه اللي حصل يا امير؟ احكي احكي. انتوا عارفين ان انا بعتبركم اخواتي، فانا هحكي لكم على طول من غير ما اتكسف. انا جات لي هواجس كده وجالي خوف، خوف جامد قوي، خوف مش من بكره، خوف من الدقيقه اللي جايه، خوف من الساعه اللي جايه. اللي حصل معايا في كورونا اعتقد ان هو حصل مع ناس كتير، خلاني بقيت خايف، خلاني ما بقاش عندي ثقه في نفسي، ما بقاش عندي ثقه في ربنا، مع ان انا بحب ربنا قوي. ده خلاني تعبت، خلاني ابقى خايف. وتلاقي ما اعرفش تلاقي منين عدو الخير اقنعني ان انا ما ادفعش العشور. بس انا العشور هجيبها لك يا كريستين، العشور هتكون عندي. انت عارف يا امير، احنا كلنا بيجي لنا الهواجس والمخاوف دي بسبب ان كل حاجه حوالينا زادت، الاسعار زادت والانترست ريت زادت وكل حاجه حوالينا زادت. بس يعني خلي بالك وافتكر ان العشور دي ربنا هو اللي عطى، يعني دي حق ربنا علينا، هو عطانا كل الدخل ده. انت بتتكلمي صح، بس الكلام ده لو واحد لوحده. بس انا عندي اسره وعندي بيت ومسؤولين مني، دي حاجه تخوف، دي حاجه تقلق. انت هتقول لي ما انا عارف هو لما الواحد يبقى مسؤول من اسره يكون الموضوع اصعب واصعب. معاك حق، انا حاسه بيك، عشان يعني بيبقى الموضوع صعب والغلا والانترست ريت العالي. كل يوم بتغلى، اليوم اللي بعده اغلى واغلى. ده كله ما يخوفش؟ كل اللي احنا شايفينه ده ما يخوفش؟ لا يخوف. بس بص، يعني هو ربنا اللي بيبعت الرزق، هو ربنا قادر يعولنا، يعني هو هيعولنا ويعول عيالنا برضه. نحن يعني مؤمنين بده ونحن عشمنا فيه قوي. كتر خيركم يا جماعه، بصراحه انا من غيركم مش عارف كنت اعمل ايه. فعلا انتوا وقفتوا معايا بقى في الدنيا. كانت خلاص ادفع الميكروفون، يعني الميكروفون قرب الميكروفون. شكلك مش عايز تدفع. انا خلاص خدت القرار، انا هجيب لك العشور. برافو عليك يا امير. صلي لي بقى ارجع بالعشور. انا مبسوطه قوي ب يعني قعدتنا دي، حلوه قوي. عارفين ايه احلى حاجه فيها؟ انه دايما من بنسند بعض، بنشدد بعض بالمواضيع الروحيه. برافو، يعني شكرا ليكم. برافو 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 برافو. ايه اللمه الحلوه دي؟ طب ما فيش حد فيكم يعزم شوشو؟ امون علينا كده؟ انت تاني يا عم؟ ده انت، طب تطلع لنا منين؟ ده انت، انا سمعت كلامك عشان تبقى فاهم، ومن ساعتها مش عارف اقول لك ايه اللي حصل. انا لبست في شجر على فكره. اخي انا، انت يا اخي يا رب تتخيل. اهلا باللي بيقول انه صديق. هو عايز مصلحتي صح؟ ما خلانيش روح الاجتماع، فاكر؟ صدقت ايدي. مبسوط كده؟ عاجبك كده؟ وانا فاكراك يا اللي بتقول انت فاعل الخير، ويعني مش عارفه انت عملت فيا ايه. انت هزيت ثقتي في نفسي وخليتني اجل الخدمه، كل ده منك؟ طب حيلك حيلك انت وهي وهو، مش الكلام يكون قد وقطع؟ تعالوا كده نتكلم بالعقل شويه. انتوا عارفين انتوا مشكلتكم الاساسيه ايه؟ ايه؟ انكم مش شايفين الصوره الكبيره. انت بقى شايفها؟ طب قول لنا بقى ايه الصوره؟ قول لنا بقى الصوره. امير مطالب انه يودي فلوسه، وسوزان مطالبه انها تضحي بوقتها، وكريستينا بمجهودها. يعني ده كده بالظبط اللي الهكم عايزه منكم، فلوسكم وقتكم ومجهودكم.
الهي ده بقى اللي بياخد ومش مفروض ان هو اللي هو بيدي؟ هل من العدل ان امير كل يوم يشتغل 12 ساعة عشان يودي تمن تعبه لإلهكم؟ هل من العدل ان سوزان اللي مثقلة بأربع اولاد الله يضغطها في الوقت اكتر واكتر؟ ولا يمكن العدل ان كريستينا بتشارك في خدمة واثنين وثلاثة بدون مقابل؟ انا في الاول بس كنت بوضح لكم بامثلة صغيرة قبل ما احط قدامكم بالصورة الكبيرة. الهكم بياخد منكم اكتر ما بيديكم. انت فظيع قوي يا اخي، انت فظيع في الاقناع، وبتعرف تخش لنا من نقط ضعفنا وبتعدل لنا الغلط على انه صح والصح على انه غلط. انت هتخرج بره. يعني انت فاكر العشور وحتى العشور اللي احنا ممكن نديها لربنا مش عايزنا نديها له، مع ان كل الخير اللي احنا فيه ده من عنده. يعني احنا المفروض بدل ما نديله عشور نديله 20 و30 و50 لو نقدر. انت موهوب قوي بانك تقلب الحقيقه وتقنعنا بوجهه نظرك الغلط. انت بتقول لنا انه نحن بنضحي بوقتنا ومجهودنا عشان ربنا، والحقيقه عكس كده بالظبط. ربنا هو اللي واقف على الباب ويقرع، هو اللي واقف مستنينا نفضي وقته كله، هو رب الكون، عشان نقعد معاه خمس دقايق، ونحن طبعا ملهيين نفسنا بحاجات تافهه ملهاش اي لازمه زي ما عملت مارتا واخت مريم. انت عارف كمان الكتاب وصفك بايه؟ انك انت كذاب وابو الكذابين. تعالى كده قارن خدمتي اللي انت بتقول ان هي من غير مقابل بخدمه المسيح اللي هو قبل يتألم ويتصلب ويتعذب علشاننا، وكل ده بايه؟ من دون مقابل؟ تصدق ان دي يعني احلى مقارنه، وانت كمان شجعتني للخدمه اكتر واكتر. هو قالها بصراحة في سفر الأمثال: اكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك تمتلئ خزائنك. على الله بيدي أكثر من يعني ده. الله بيدي أكثر من ده. صح صح. برضو نحن عايزين نكون مستعدين لنقابل المسيح عريسنا زي العذارة الحكيمات، مش عايزين نبقى زي العذارى الجاهلات. وهو برضو بولس الرسول حذرنا على فكرة من تضييع الوقت اللي بنعمله ده، لما قال اسلكوا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. واحنا كمان عايزين نسمع صوت ربنا في إبراهيم لما قال: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. وأنا كمان عايز أسمع صوت ربنا لما بيقول: نعيما أيها العبد الصالح كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. هي بالجمال خد وده عشان هو جناح. عرفنا الحقيقة احنا ما كانش يا جماعة المفروض اسمع أصلا من خير إبليس، إن كل دي خير إبليس. ربنا يبارك حياتكم. بصوا انتوا وقعتوا بقى خلاص، يعني اجتماعات وعشور ربنا يعوض تعبكم. يعني فيري فيري نايس ايديا، واعتقد هو ده اللي بيحصل. يعني زي ما السؤال كده الشيطان هو الكتاب وهو الكتاب، وحيله ما بتتغيرش، حيله من ساعة آدم وحواء بيطلع في الصورة، حيله من ساعة آدم وحواء ما بتتغيرش. كان كل الفكر في آدم وحواء إن هو يعمل إيه؟ إن هو يعني يخلي صورة ربنا في عين آدم وحواء، إن هو الإله اللي مش بيقدم حب، إن هو الإله اللي هو عاوز يبقى هو الكبير العظيم
المتكبر. نفس اللي حصل مع ادم وحواء بيحصل معانا النهارده في حياتنا، في كل خطوه، في كل حاجه بنعملها. فانا الحاجه الحلوه اللي هم استخدموا ايه؟ الكتاب المقدس، صح؟ ودي اقوى سلاح الشيطان ما يقدرش عليه. سيد المسيح لو تفتكروا في التجربه على الجبل عمل ايه؟ كما هو مكتوب، كما هو السلاح بتاعنا احنا. المسيح في التجربه على الجبل كان بيقدم لنا سلاح. هو طبعا المسيح نفسه كان عارف وعارف كل حاجه، لكن هو زي ما المسيح عاش وسلك في حياته، عايزنا احنا كمسيحيين نحن نسلك في حياتنا زي ما هو صار احنا نصوم، زي ما هو اتعمد احنا بنتعمد، زي ما هو عاش حياته في طهاره وسلك وقدم محبه، عايزنا احنا كمسيحيين نقدم محبه ونسلك. وهكذا برضو ان احنا ازاي نتعامل مع الشيطان. هو وضح لنا مين الشيطان ده، والشيطان ده فعلا عنده خبره فظيعه، لكن قدام الصليب وقدام الكتاب المقدس الشيطان ملوش اي قوه. الفكره كلها ان احنا مش عايزين نمسك السلاح ده، او احنا مش عايزين نمسك، او احنا مكسلين شويه ان احنا نعرف الكتاب المقدس بتاعنا. الشخص الغني في كلمه ربنا ما يقدرش اي حروف الشيطان تكتب عليه. كل ما احنا نتسلح بالمزامير، بالايات الكتاب المقدس تبقى على طول في بالنا ان احنا نلهج فيها نهارا وليلا زي المزمور الاول كده ما بيقول، كل ما الشيطان ما يقدرش يدخل، مقاومتنا تزيد، علاقتنا بربنا بتزيد. فربنا يعوض كل اللي تعب، سواء اللي كتب، سواء اللي مثل، سواء اللي فكر في فكره. عوض الشيطان عادي خالص. بيتر ساعدنا كتير. هو راجع وقرب يبارك. نعم. يعني very nice idea. يا ريت ان احنا في الاجتماع ان احنا مع الكلمات كل اسبوعين ثلاثه، كل شهر شهر ونص يبقى في كده مثلا ديبيت، مثلا مره مناقشه، مره زي ما احنا عملنا سكتش مره. would be nice ان احنا كلنا نستفيد مع بعض ويبقى فكره حلوه نفيد بعض بيها. ربنا يعوض الجميع وربنا يعوض الاجتماع. تفضل يا مصطفى. اشكرك يا رب على كل حاجه، اشكرك يا رب على كل حاجه، اشكرك يا رب.